اختيار فيلمي في حفل الافتتاح في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، شايفة ان ده في حد ذاته تقدير للفيلم وكل فريق العمل. فكرة إقامة المهرجان للسينما الفرنكوفونية خصوصا أنها بتضم 88 دولة تقريبا، ده شكل سينما مختلف. الدول المتحدثة باللغة الفرنسية سواء لغة أولى أو لغة تانية، نوع سينما احنا ما اعتدناش ان احنا نشوفه بشكل دوري الا في المهرجانات السينمائيه. ففكره انه يبقى في مهرجان متخصص في الافلام الناطقه للبلاد الناطقه باللغه الفرنسيه، شايفه انه ده هيسري الحاله السينمائيه عندنا في مصر. واختيار فيلمي اول تجربه ليا في الافتتاح، فطبعا انا مبسوطه. يعني الفيلم بتاعي ممكن يكون كان مثير للاقاويل، وناس مع ومع ضد وناس ضد. انا شايفه انه انا ما بهتمش خالص بكل ما يكتب عن الفيلم او يقال لحين مشاهده الفيلم، لانه كل اللي بيتكلم هو ما شافش الفيلم. فانا شايفه انه ناجل اي كلام لغايه لما الفيلم يتعرض، وبعدين نتناقش في محتوى الفيلم. هل الفيلم تم عرض القضيه بشكل جيد، او انت مع او ضد؟ بس ما ينفعش نتكلم على فيلم ما حدش شافه. لا، الفيلم بيناقش اكتر من قضيه، الفيلم فيه اربع قصص، بس يمكن هي دي اللي اخذت الشكل الإعلامي في الظهور أكتر. الفيلم بيناقش قضية الخيانات الزوجية، السمنة، تنمر المراهقة المتأخرة، تأخر سن الجواز عند الشباب. يعني في قضايا اجتماعية كتير، واللي بيجمع القصص دي هم بيشتغلوا في نفس المكان. لا، أنا مش هسيب التسجيلي. التسجيلي هو أنا حاجة بحبها، أنا بشتغل مخرجة، أشتغل حسب الموضوع اللي ببقى عاوز أعمله، سواء تسجيلي أو روائي أو قصير، فمش فارق معايا. يعني هكمل في كله حسب الموضوع اللي ابقى حابه اشتغل فيه. الترشيحات بتاعه الممثلين جت بالتشاور ما بيني وما بين منتج الفيلم استاذ شريف مندور. كنا بنراعي فيها طبعا انه الممثل يبقى لايق على الدور، وان طبعا في برضو معي بعض المعايير خاصه بالتوزيع، وتوفقنا الحمد لله ان احنا نقدر ان احنا نجيبنا مجموعه ابطال رائعين. وانا بصراحه مبسوطه جدا من كل الممثلين وفريق العمل، يعني من اكتر الحاجات اللي استمتعت بالشغل معاهم كل ممثلين الفيلم.